السلام عليكم، أشخباركم؟ لاباس عليكم، عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال والصلوات والصيام يا ربي، ينعاد عليكم باش ما تمنيتو. أنا جيتكم اليوم باش نتقاسم معكم أهم لحظات اللي سبقات العيد ولحظات نهار العيد. كنتمنى من كل قلبي تكونوا دوزتوا حتى نتوما نهار زوين، واخا في الحقيقة هاد العام الظروف شويه صعيبه، ما قدرناش نشوفوا الحباب، ما قدرناش يجيو عندنا الحباب، ولكن ان شاء الله تدوز هاد الازمه ويعودوا ليا ان شاء الله زوينين. غادي نخليكم مع الفيديو اللي كنتمنى يعجبكم، وكنتمنى كذلك تشاركوني ارائكم وتقولوا لي كيفاش داز نهاركم في التعاليق. وكالعاده اذا عندكم اي سؤال او استفسار على اي حاجه شفتوها عندي في الفيديو ولا ملاحظه، كنتمنى تشاركوني بها وطرحوا عليا جميع الاسئله ديالكم سواء في انستغرام ديالي سواء هنا في التعاليق، فغادي نجاوبكم ان شاء الله. فرجه ممتعه، وما تنساونيش بالاشتراك واللايك ولي كومونتير كالعاده، اللي كيفرحوني وكيشجعوني انني نزيد لقدام. فرجه ممتعه. تباشير السعد والكل فينا مستعد، ما مثل هالفرحة أبد، الخير من ربي كثير. هلا تباشير السعد والكل فينا مستعد، ما مثل هالفرحة أبد، والخير من ربي كثير. كل عام وانتو بألف خير. اشعلنا شمعات الهنا، يلا عساها كل سنة والكل منا بألف خير. ليل السعادة ضمنا واشعلنا شمعات الهنا، يلا عساها كل سنة والكل منا بألف خير. كل عام وانتو بألف خير. العيد هل بفرحته لما الشمل في جيته، محلى هوا صبحيته،
الشمل كل عام وانتو نرسل تهاني ونحتفل وانتو في ضحكة الطفل نفرح ويتجدد أمل كبيرنا قبل الصغير نرسل تهاني ونحتفل وانتو في ضحكة الطفل نفرح ويتجدد أمل كبيرنا قبل الصغير كل عام وانتو بألف خير. بالنسبة للغداء ديال هاد النهار ديال العيد فقررت أنني غادي ندير جيغو أو الفخد ديال 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 الحولي في الفران. دابا كنوجدو شرمولة باش نخليه يتشرمل واحد جوج سوايع قبل ما ندخلو الفران. دونك أنا درت كلشي ديجا وجدت كلشي باقي لي غير نخلط. دونك عصرت هاد الحامضة. بالنسبة للشرمولة أنا دائما تقريبا كندير نفس شرمولة الجيغو ولا الكتف بحال 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 بحال. هنا عندي لاموطارد كميه مهمه ديال لاموطارد. انا غنقول لكم شحال بالغرام. 400 غرام اللي عندي هنا ديال لاموطارد. عندي عصير حامضه. عندي زيت الزيتون تقريبا شي 5 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. شويه ديال زعفران شعره الا ما توفرت ماشي مشكل. ملحه تحميره فلفل حمراء يعني. الخرقوم فلفل كحلال القزبر مطحون الكمون ثومه كميه مهمه ديال الثومه. انا درت هنا اليابسه وغادي ندير حب. الحب ها هو عندي هنا الثومه يعني صاينه كامله غادي نديرها في دوك الفتحات اللي غادي يكونوا عندي في الجيكو كنديرها بحال هكذا. عندي هنا راس ديال الثومه وشويه مقشر. وهنا زدت الثومه غبره في شرموله. هنا عندي شويه ديال العطريه ديال الكفته. هنا عندي الربيع انا درتو يابس ولكن تقدروا ديروا العادي مقطع. هنا عندي السمن اللي غادي نذوبو غادي نحاول ندمجو مع التخليطه غير باليد. نحاول نذوبو غير بالحراره ديال اليد. دونك غادي نخلط هادشي كامل ومن بعد غادي ندهن به الجيكو ديالي. دابا غادي ناخذ الجيكو منقي مغسول وخليته نشف شويه. انا دائما كنفلحو بحال هكذا من ناحيه باش يسهل طيابه ومن ناحيه باش تدخل فيه الترموله مزيان كيجي مشرمل مزيان. دونك غادي نحكلو بحال هكذا بحال كنشرملو الدجاج كيف لهذا واقيلا كتف. هذا واقيلا كتف ما نعرف حيت فيه هاد تاع شو سميتو المهم جي يقول لك كتف بحال بحال. كناخذ صينيه ديال الفران كنسبق لها دائما بابي سيلفوريزي باش ما يلصقش. غادي ناخذ هذاك الجيكو بحال هكاك غادي نحطو وغادي نجيب هذيك الثومه اللي سبق لي وقشرتها وغادي نديرها في هاد الفتحات هادو. هاد الثومه ملي كيطيب راه تقريبا كتذوب وكتعطي نسمتها كتجي فريمون كتجي فيها واحد النسمه ديال الثوم زوينه بزاف. حاجه اخرى انا دائما في الجيكو كندير معاه هكذا بصله الا صغيره كنخليها كامله الا كبيره شويه كنقسمها بحال هكذا على زوج غير على زوج وكنديرها في البلاطو بصله. دونك هنا درت جوج بصلات غير كان ندير لهم شويه ديال العطريه باش يجيو منسمين وسالين. صافي غادي نديرهم بحال هكذا صافي. دابا غادي نغطي الصينيه بابي شوكولاتي بورق الطبخ ومن بعد غادي نعاود نغطيه بابي الومنيوم. فوالا دونك غادي نخليه واحد جوج سوايع ولا ساعة المهم شحال ما قدرتو شحال ما بقى. الصراحة أنا عادة كنشرملو النهار قبل يعني وكنخليه
ولكن البارح ما مش الوقت داكشي علاش درت هذا الصباح هذا. مهم واحد جوج سوايع غادي نخليهم من بعد نديرو في الفران. بالنسبه للطياب كندخلو ساعه المكانه ساعه على درجه حراره 220 ولا 240 كاع. من بعد ملي كدوز ساعه كننقص ل 180 وكنخليه ساعه اخرى. من بعد كنخرجو وكنشوف كنطاب هو هذاك كنحيدلو كنحمرو صافي. ما كانش طاب كنحيدلو هذا البابي وكنخليه يزيد شويه. بالنسبه لهذيك الشرموله اللي بقات فانا كندير فيها دائما بحال هكذا بطاطا. كناخذ بطاطا الا كبيره كنقطعها على اربعه بحال هكذا، الا كبيره شويه يعني شويه ماشي بزاف كنقطعها على هكذا على اربعه، الا صغيره بحال هكا كنقطعها غير على جوج وكنديرها في هذيك الشرموله اللي بقات. كنخلط باش كتشرمل كتجي من السما بهذيك الشرموله وكنديرها في مقله ماشي في مقله في صينيه ديال الفران. ملي كيقرب ملي كنعرف بلا اللحم ديالي قرب يطيب كتبقى له ديك نص ساعه 40 دقيقه صافي. كندخلها في الفران مع اللحم نيت بلاطو بوحدها ولكن وصافي كطيب كطيب هكا بلا ما بلا والو غير بحال هكا. كتجي بحال هذيك البوتيتوز اللي كتباع كونجلي كنديروها كندخلوها غير الفران كتجي بحال هكذاك. كنديرهم في الصينيه هكا كنسبق دائما ورق الطبخ باش ما يلصقليش في الصينيه والسلام. ما الا ما عندكمش ماشي مشكل ديروا واحد دهنوا غير الصينيه بالزيت وكبوا عليها هذيك البطاطا ماشي مشكل يعني. صافي غادي نديرها بحال هكذا مفرقه وحده على وحده باش يجيو محمرين كاملين نيت بحال هكا. وكندخلها مع اللحم فاش كيقرب يطيب فاش كيبقى له هذيك 25 دقيقه بحال هكا ولا نص ساعه ولا 40 دقيقه كاع صافي كندخلها. من بعد جوج سوايع ونص ديال الفران خرجت الكتف ديالي هو محمر مزيان. خليته نص ساعه التالية حيدت البابي الومنيوم وهذاك البابي سلفوريزي اللي كان الفوق وخليته تحمر نص ساعه. كيبان لكم هكا بحال محروق ما راه ماشي محروق ما عرفتش علاش وقيل الكاميرا ولا ما نعرف علاش. المهم اللحم اللي كنخرجوا من الفران دائما كنخنقوا بهكذا سواء بابي الومنيوم سواء شي مرات كنغلف وكنخليه يبرد واحد 5 دقائق 10 دقائق وكنغلفو بواحد الميكا باش يولي عليه داك الفوار ديالو. ماشي ميكا ماشي بالضروري ميكا، المهم بابي الومنيوم ولا ميكا غليظه ولا شي حاجه باش كيولي عليه داك الفوار ديالو داك الحراره كلها كترجع عليه وكي اللحم كيرطاب كيجي فريمون هشيش بزاف. دونك انا رافقتو بسلطه مغربيه ديال الخيزو وهذيك البطاطا المحمره واللوبيا خضراء حتى هي صوتي ودرت معاه دي بيك هكا دي بتيت بروشيت ديال موتزاريلا شوريمي كورنيشون والزيتون. نتوما ديروا اي حاجه بغيتو تبغيو ديروهم غير بالفرماج ولا غير بالزيتون ولا ما ديرهمش كاع هادو كيبقاو غير تزيين صراحه. وفي التالي كان جبت هذيك البصله اللي كانت دابت فريمون دابت ولات بحال الكريمه وهذيك الثومه دوك الحبات ديال الثومه اللي بقاو كيبان واحد شويه حطيتهم الفوق حيت كانوا كيتاكلوا غير هكاك مع اللحم كيجيو زوينين بزاف. وكان هذا هو الطبق ديالنا ديال الغداء. درت معاه سلطه خضراء بازيك عاديه جدا لحقاش ديجا الطبق ثقيل فخاصو سلطه فريمون خفيفه. وكان هذا هو الغداء ديالنا ديال نهار العيد. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم وشاركوني اونكور اون فوا بالاراء ديالكم ونهاركم مبروك وشكرا بزاف لانكم تفرجتوا فيا. كبيرنا قبل الصغير كل عام و